إذن مساء الخير أخواتي إخواني، رغم الانشغالات التنظيمية مضطر اضطريت نقطع الانشغالات وندير هذا اللايف اللي خصو يكون غيكون قصير، لأن توصلت باتصالات كثيرة بزاف الودنين ضروني هذا لأن كاين اعتذر اللي ما جاوبتوش، كما كذلك توصلت بمجموعة ديال الرسائل عبر الواتساب والميسنجر، لذلك مضطر باش ندير هذا اللايف يكون جواب على الجميع، خصوصا الناس اللي كيسولوا على الزياده. كنا كنقول لكم بانه الديره المصداقيه ديال السيدي تي كنحطوها في عين الاعتبار، اذا الزياده ستصرف نهايه ابريل صافيه، لان كاين اللي صيفط ليها ما صافياش، قال من المصادر لقينا 606، لا صافيه الزياده صافيه، غتلقاو لي رابيل 2250 درهم، والزياده ديال شهر 4 داخله في الصالير، دونك لي رابيل هي ديال 3 موا جونفي فيفري مارس، اذا الزياده حسمت، غتبقى واحد لا ترونش غدا غيكملوها وغيدوزو، لان كيبقى اللي كيسول عاود واش التعويضات كاينه، التعويضات كاينه ولكن مازال ما وصلوا ليهاش، لان كاين اليوم وغدا اشتغال على الزياده دونك راه لا تراجع فيها، كاين دي كومونتير تيشكوا لها ما كاينش تراجع، الزياده راه داخله، هذه ما باقيش تعاودوا تهضروا عليها، 3000 درهم راه كاينه داخله لي صالير، كاين اللي راه عطينا تقريبا لشي 25 واحد، عطينا الرابيل ديالو، عطينا رقم تأجير، راه عطينا الرابيل ديالو، راه لقى الرابيل ديالو 2000، كاين اللي لقى 2250، كاين 2252.10، كاين 2251، دونك لي رابيل ديال الزياده حسمه واحد بلا ما بقى واحد يشكك لا كاين ولا غادي يحيدوها، لا فضينا داخله لي صالير. بقات التعويضات، التعويضات كذلك يشتغلون ما غادي تبان في الاجره الا الاربع او الخميس، دونك الاربع ولا الخميس غادي ناكدوا لكم عاود التعويضات راه كاينه. بقى واحد المشكل اللي هو كيبان لوجيك كيبقى تقديري الخاص، هو بالنسبه للاساسي تنفرض عليهم التعاقد سابقا، هذيك ال 500 درهم اللي كتعوض التاهيلي يقدروا ما تكونش هنا مشكل، غيكون تقني، لان مازال طلبات كتحط ديال الاساتذه والاستاذات الراغبين والراغبات فيبقاو في السلك ديال الاعدادي، وكاين الاجل حتى 27 ماي، اذن بالنسبه الواضحة ما الوزاره ما غايبان ليهاش واش هذا غيكون في الاعدادي ولا في التاهيلي، بمعنى اكيد مشكل تقني هو هذا، لان يقدر واحد يكون في التاهيلي دابا ولكن يبغى يمشي للاعدادي، دونك اخر اجل اذاع الطلبات ديال اختيار السلك الاعدادي هو 27 ماي. كاين اللي كيقول اودي والا يقدروا ياكلوا نار، ماشي لعب الدراري هذا، ماشي لعب الدراري، دونك اكيد هذا المشكل غيكون تقني بالنسبه للاساتذه المفروض عليهم يتعاقدوا، لان مازال ما اختاروش مجال الاجل ديال 27 ماي باش يتسد باب اختيار السلك الاعدادي، او اللي ما دارش طلب راه اوتوماتيكيا راه في التاهيلي، اذا هذا مشكل تقني بسيط 500 درهم، ممكن الاساتذه المفروض عليهم التعاقد سابقا يكون المشكل هذا، اذا فضينا مع هذا الشيء، كيبقى الحوار الاجتماعي كذلك، الحوار الاجتماعي انطلق اليوم، كتجيك ما هي النتائج؟ هذه كثرة الاسئلة، لا اش من النتائج غتكون الماتش المقابلة الله بدات. الناس السي دي تي اليوم جلسة الحوار دامت واحد المدة طويلة، الوفد الكونفدرالي مع وفد الحكومة، تم تطرح جميع القضايا والملفات سواء ديال القطاع الخاص أو القطاع العام، وغتفرع عليه اللي تفرعت عليه أربعة ديال اللجان، لجنة الوظيفة العمومية، لجنة التشريعات، لجنة التقاعد، ولجنة تحسين الدخل. إذا الاشتغال عاد غادي يبدا، يعني راه ما يمكن الناس الله يجلسوا كيتيو ما هي النتائج، النتائج راه مازال اللي دوك اللجان غتبدا تشتغل الموضوعاتية الأربعة في هذا الإطار هذا ديال تنفيذ ما تبقى من الاتفاق ديال 30 أبريل 2022. إذا الجولة ديال أبريل 2024 انطلقت اليوم وستستمر عبر اللجان الموضوعاتية
اللي انا قلت لك شكون هما، قلت لكم شكون هما بربعه، وغالبا غادي تستانف العمل بالنسبه للوزاره، راه غادي من غدا غتبدا مع النقابات بربعه، النقابات بربعه اللي هي الاتحاد العام للشغل المغرب، الاتحاد المغربي للشغل، ونقابه الباترونا، ونقابه الشعب السي دي تي. اذن عاد بدات، اذن اللي كيتسنى النتائج اليوم راه ما اعتقد انه راه غيكون شي شويه غلط. الله بدا، الله بالله جلسوا الناس اليوم، دونك ننتظروا، وفيما كان شي خبر مهم راه غادي نخبركم به. ثم اللي كيتسال السؤال كيتكرر مع فات 5000 مره، واش التعليم كاين، واش كذا التعليم، هذا حوار مركزي، هذا حوار مركزي. السي دي تي طرحه الزياده عامه على الا تقل على 2000 درهم للوظيفه العموميه للجميع، الوظيفه للجميع، الجميع كلشي. هذا حوار مركزي ماشي قطاعي، وتبقى الكره في الميدان ديال الحكومه هي اللي غتجاوب. اذا بالنسبه للخبر ديال الجرائد ولا شي حاجه اخرى، احنا ماشي شغلنا في اللي عطى شي تصريح، شي تصريح من شي جهه اخرى ولا من شي ولاد بان شي جريده، هنا نثيق في الوفد الكونفدرالي. هو طرح جميع الملفات وجميع القضايا وجميع القطاعات، سواء القطاع الخاص او القطاع العام او المؤسسات العموميه. اذا بالنسبه للمستحقات اللي كيسول ديال الامتحان المهني ديال 22 والتسقيف ديال 21 اللي محسوب من فاتحين 22، راه ستنطلق التسويه نهايه ابريل، ستنطلق التسويه، سطرو مزيان على التسويه، ستنطلق التسويه. يعني فاش تقول تنطلق دونك راه التسويه الاولين غادي يتوصلوا في ابريل، وغتبقى مستمره التسويات شهر ماي وجوان ويوليوس. إذن أخواتي إخواني، لا شكرا لواحد التعليق قالك لماذا تم إقصاء نقابات غماط ولا اش داك السمية كتب من الحوار المركزي. أخواتي أنت ما فاهمش، أنت ما فاهمش، هذوك راه غير جمعية مهنية، واش هذيك النقابة، راه هذا حوار ديال القطاع ديال المركزيات النقابية، والمركزيات النقابية في المغرب كاين ثلاثة، كاين الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الاتحاد الشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هادو هما ثلاثة المركزيات الأكثر تمثيلية في المغرب. كاينين مركزيات أخرى ولكن ما حصلوش على التمثيلية، كاين الفيدرالية الديمقراطية للشغل ما حصلش على التمثيلية، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما حصلش على التمثيلية، كاين النقابة ديال الحركة الشعبية ما حصلش على التمثيلية. النقابة اللي سولتيني عليها اللي تابعة لحزب الناعش، هذيك راه غير جمعية مهنية، هذيك راه غير جمعية في التعليم، هذيك جمعية في التعليم، يعني ما عرفتش أنا علاش طرحتي هذا السؤال هذا. إذن هذا لايف فقط، أنا غير ضروني لودني بالتليفون الخوت وعذروني ما جاوبتش، إذن كنت باش ندير جواب قصير في 6 ولا 7 دقائق عبر هذا اللايف. إذن الخلاصة ديالو الحوار الاجتماعي عاد انطلق اليوم، درت ليه بعض اللجان موضوعاتية، وغيستمر الحوار داخل هذه اللجان هذه على خلفيه تنفيذ الاتفاق ديال 30 ابريل 22، وكذا القضايا اللي استجدت وتهم جميع الاجراء اللي كنا يفوق عددهم 10 ملايين من العاملات والعمال بالمغرب. ثم كذلك الزياده العامه، حتى واحد ما يشككم، الزيادة العامة راها كاينة الداخلة، يعني 3000 درهم يعني 2250 درهم رابيل، و 750 درهم راه أصبحت في الأجرة ديال شهر 4، داخلة في شهر 4. كيبقاو قلنا التعويضات الأربعاء الخميس، راه الاشتغال مازال مستمر على هاد باش إطلاق هاد التعويضات. كيبقى المشكل التقني اللي لازم نفرض عليهم التعاقد سابقا، لأن مازال الاختيار ما اختاروش واش غيبقاو في السلك التأهيلي او لا غيبقاو او لا غيمشيو للسلك الاعدادي. واضحه ومنطقيه هاد ال 500 درهم ديال التأهيل اللي كيتهم هاد الفئه هادي، ما غالبا لن تصرف الا بعد 27 ماي اللي هو اخر اجل ديال الاختيار بين الاعدادي او التأهيلي. والسلام عليكم ورحمه الله، خلونا نشتغلوا، فاتح ما يقدمنا، عندنا مجموعه ديال البرنامج راه عامر بزاف. تحيه لكم.